ففي هذه الحلقة سأتكلم من جديد عن الغازات. لازال الناس يشتكون من القولون هذا المصران ومن المعدة وانتفاخات وسوء الهضم وغازات، يعني كثرة الغازات، ويعني شيء عجيب والله. كميات متساوية تخلط جيد، تخلط، يجب أن دائما لما تهيئ وصفات أن تخلط المكونات قبل طحنها لكي تمتزج أثناء الطحن، تمتزج جيد، يعني خلطوها قبل طحنها. فيعني هذه ممكن هذه الخلطة ممكن تتناول منها حتى ملعقة كبيرة، جيد، يعني إذا كان عندك مغص أو حسيتي بألم أو سوء هضم أو عندك انزعاج، يعني ستوميك اوبسيت ولا عندك يعني غازات في الامعاء ولا شيء، ممكن تتناول يعني نصف ملعقه كبيره جيد. لكن يعني انا قلت بان حتى ملعقه كبيره في اليوم وحتى لا يضر، لانها مكونات عاديه، يعني هذه لا تضر، وسترون هذه الراحه. هذه الوصفة يعني كثير من البلدان الآن بدأوا يستعملونها، وأن يعني كل الذين استعملوها حتى السكري النوع الأول، يعني كانت النتيجة يعني باهرة، ويعني ومع المدة الذي حتى الذين لديهم السكري من النوع الأول أن يبقوا على الأنسولين، ربما ينقصوا الجرعة مع الطبيب ويبقوا يعني مدة يبقى السكر ثابت والخزان جيد. فأظن أن هناك حالات يعني في فرنسا في تونس، يعني إخوان كتبوا في التعليق أن الطبيب وقف لهم الأنسولين. ونبقى دائما مع الوصفات الغذائية، لأن هناك أعراض كثيرة تنتشر في كل بلدان العالم وتكلمنا عنها في الحلقة السابقة. وهذه الأعراض رغم أن الناس يتناولون أدوية وعقاقر ومسكنات، لكن لا زالوا يحسون بهذه الأعراض، فلا بد وأن نساعد الناس كذلك في هذه المرحلة. فهذه الوصفات الغذائية التي نقدم هي وصفات آمنة، يعني ليس فيها خطر، لأنها من مكونات معروفة، وحتى ولو مزجتم 4 و5 و6 ليس فيها خطر، هي وصفات بسيطة جدا، يعني حتى أن لا يصدق شخص أنها ممكن أن تعالج، لكنها أعطت نتيجة باهرة، حتى أن وصفة السكري أصبحت عالمية. وصفة السكري الخروب والحلبة والكزبرة، حبوب الكزبرة، يعني شيء من القرفة بالنسبة للذين ليس لديهم مشكل مع الكلية، ممكن يضيفوا شيء من القرفة كذلك. هذه الوصفة يعني كثير من البلدان الآن بدأوا يستعملونها، وأن يعني كل الذين استعملوها حتى السكري النوع الأول، يعني كانت النتيجة يعني باهرة، ويعني ومع المدة الذي حتى الذين لديهم السكري من النوع الأول أن يبقوا على الأنسولين، ربما ينقصوا الجرعة مع الطبيب ويبقوا يعني مدة يبقى السكر ثابت والخزان جيد. فأظن أن هناك حالات يعني في فرنسا في تونس، يعني إخوان كتبوا في التعليق أن الطبيب وقف لهم الأنسولين. وصفة هذه الكاردموم نسميها وصفة يعني حب الهيل، هذا يعني نسميها هكذا الأربعة. هذه الناس يعني كاين بعض الأخوات جربوها في الليلة التي تكلمت عنها، أحسوا بتحسن. وصفة الجهاز الهضمي، ويعني حتى وصفة الجهاز الدموي بالنسبة للأشخاص اللي عندهم مشكل على مستوى الدورة الدموية، هذه تنشط الدورة الدموية بشكل عجيب جدا. إذا لم يؤمن الناس بأن التوابل ممكن أن تعالج، فمن المستحيل يعني أن يهيئوا أو يفكروا حتى يهيئوا منها وصفات. لكن لما يعني يجربوا هذه الأشياء ويحسوا بتحسن ويعني يروا النتيجة، فسيتشجعون وسيجتهدون، لكن ليس اجتهاد بسرعة، يعني شيئا ما، يعني إنسان يخدم عقله ويعني ويكون ذكي، ويعني لا يندفع، لأنه يعني ربما شخص يزيد في الكمية، ربما يستهلكها 5 مرات في اليوم. ففي هذه الحلقة سأتكلم من جديد عن الغازات. لازال الناس يشتكون من القولون هذا المصران
ومن المعدة وانتفاخات وسوء الهضم وغازات، يعني كثرة الغازات، ويعني شيء عجيب والله، شيء عجيب، والناس لا يجربون أي شيء عندهم في المطبخ. ولاحظوا أن هناك بعض الحبوب تحسب من التوابل، ولكن هي تكون مع البذرات، هي تكون مع مجموعة البذرات، لكن في المغرب نحن نحسبها من التوابل، الكمون أو الكمون. هذا الكمون كل الناس يعرفون الكمون، عنده رائحة زكية. لماذا؟ لأن فيه مادة الأنيطول، وفيه يعني، فهذا الكمون مثلا، الكمون يهمله الناس عندنا في المغرب، لا يعرفونه إلا مع البيض أو مع المشوي. هو يجب عليه لا يستهلك بهذه الطريقة، لكن فيعني هذه يستهلكون كمون وبصل. فجيد والله، الحمد لله، على الأقل هذه الفطرة بعد نفعت الناس. ما هي المكونات التي تسكن الألم في الجهاز الهضمي؟ يعني كل التوابل تسكن جميع أنواع الألم، لكن المغص الألم في الجهاز الهضمي عجيب يعني. وهي الكمون والحلبة، وهذا النافع، الشمرة والكروية. خلطة عجيبة يعني، وصفة عجيبة عجيبة للجهاز الهضمي. هذه الشمرة والكروية، لاحظوا الكروية مهمة جدا، من التوابل القوية، سر الكروية لا يعرفه إلا الكوريون، كوريا هي التي تعرف سر الكروية. هذا لو كارفي دو كاراوي، هذه الكروية والشمرة والحلبة وهذه الكمون يعني، إما يعني كميات متساوية، إما الكمون أكثر، ممكن يعني الكمون ممكن يكون اكثر لان الكمون لا يضر، لكن المكونات الاخرى كلها لا تضر، لا الحلبة ولا الشمرة ولا الكروية. ومن الاحسن تعمل بكميات متساوية، تاخذ 50 غرام من كل حاجة، وتسووا يعني تهيئوا واحد الكمية جيدة تبقى في مائدة الاكل، العائلة كلها تتناول منها. وهذه الوصفة لا تضر اي مرض، أصحاب السكر يتناولوها، أصحاب القلب والشرايين يتناولونها، يعني أصحاب ارتفاع، هي جيدة، بالعكس هي جيدة للسكري، يعني ليس فيها أي ضرر، لا للكلية ولا للكبد ولا ليس فيها أي ضرر، جميع الناس ممكن يتناولوها. لماذا بدأت بهذه الوصفات الآمنة؟ وصفات ليس فيها خطر، ليتشجع الناس وليكتشفهم بأنفسهم أن العلاجات كما قلت ربما تكون في المطبخ، وتنظر إلينا وتضحك، لكن الناس لا يعلمونها ولا يريدون أن يستخدموا العقل الذي أتاهم الله. كميات متساوية تخلط جيد، تخلط، يجب أن دائما لما تهيئ وصفات أن تخلط المكونات قبل طحنها، لكي تمتزج أثناء الطحن، تمتزج جيد يعني، خلطوها قبل طحنها. فإن هذه ممكن، هذه الخلطة ممكن تتناول منها حتى ملعقة كبيرة. جيد، يعني إذا كان عندك مغص أو حسيتي بألم أو سوء هضم أو عندك انزعاج، يعني ستومايك أوبسيت، ولا عندك يعني غازات في الأمعاء، ولا شيء، ممكن تتناول يعني نصف ملعقة كبيرة. جيد، لكن يعني أنا قلت بأن حتى ملعقة كبيرة في اليوم، وحتى لا يضر، لأنها مكونات عادية يعني، هذه لا تضر. وسترون هذه الراحة، راحة الجهاز الهضمي كيف ستكون. فممكن تجتهدوا، اللي عنده مكونات أخرى وأعطاته نتيجة ممكن يضيفها، لكن نحن لا نريد أن تصبح الوصفة معقدة، لما يكون فيها 7 و8 و9 و10 تصبح معقدة، ربما الشخص لا يجد مكون ويقول أنا ما عنديش هذا المكون. لا لا، عندك 2 جيد، عندك 3 جيد، عندك 4 جيد، ممكن تضيف خامسا جيد. لماذا؟ لأن هذه مكونات معروفة لدى الناس، ونريد من الناس أن يتعلموا هذه الثقافة. هو يعني الآن لاحظوا، أنا بدأت فقط، لا زال هناك أشياء أخرى يعني، والناس بدأوا كيتحفزوا، بدأوا كيتشجعوا، بدأوا كيقتنعوا كذلك بأن هذه الوصفات يعني، ولاحظوا كم هي سهلة، كم هي رخيصة وعلاجية. انظروا العلاج كم هو بسيط ورخيص وسهل، لكننا نحن نعقد الأمور. وكاين واحد القاعدة عامة الآن، وأطلب من الأطباء في جميع بلدان العالم الناطقين باللغة العربية حتى في أمريكا وأوروبا، نحن لا نتكلم عن الضمير، نتكلم عن الإنسانية.